وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا فارق بين عيد الأضحى وعيد الفطر. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر يفطر قبل أن يذهب إلى المصلى. يعني النهاردة واحد شوال، أيوة، في عيد الفطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى المصلى كان يأكل شيئا حلوا، إما تمرا وإما أي شيء له مذاق حلو. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل شيئا ولو بسيطا حتى يكسر صيامه. لماذا؟ لأننا كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإفطار، فكان واجب علينا الامتثال السريع في أسرع وقت، أن نمتثل فورا في أول اليوم بأن نأكل. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى، مع أن صلاة العيد عقب صلاة الفجر بينهم حوالي ساعة ساعة إلا ربع، على الأكثر ساعة مثلا. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يصلي الفجر خلاص يبدأ يأكل حاجة عشان يعلن فطره طاعة لله سبحانه وتعالى. في عيد الأضحى ما كان يأكل إلا أن يذبح أضحيته فيأكل منها. وهو ده الفرق ما بين الإفطار في عيد الفطر والإفطار في عيد الأضحى. في عيد الفطر نفطر الأول وبعدين نخرج نصلي العيد. في عيد الأضحى لا، ما نفطرش الأول، نحن نروح نصلي وبعد ما نصلي نرجع نشغل نفسنا بشعيرة الأضحية فنذبح الأضحية وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نأخذ شيئا من هذه الأضحية فنطهوه ثم نفطر به. هذا هو هدي سيدنا رسول الله. بس ده من باب الاستحباب مش الوجوب، يعني لو حد صحي الصبح أكل حاجة أو كده ما في مانع، ولكن هذا من باب الاستحباب. وهذا من بيان الفوارق ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر احنا لازم نعلن الفطار كما كنا نعلن الصيام ونتمسك بالصيام، في اليوم التالي لازم نعلن الإفطار في أول اليوم. ولكن في عيد الأضحى كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل من أضحيته.